كما شهدت اللجان الفرعية في سلطنة عمان توافداً كبيراً من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستقبل اللجان الفرعية للمصريين في سلطنة عمان من 9 صباحاً إلى 9 مساءً بالتوقيت المحلي الناخبين على مدى 3 أيام. هذا وقام سفير مصر بسلطنة عمان ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.